شقة ثلاث غرف وصالة في مدينة إزميت التركية، تحديدا في منطقة يوبجيك. طبعا الشقة دوبلكس ثلاث غرف وصالة، واحدة منها ماستر. شقة واسعة ومرتبة بإطلالة جميلة على الطبيعة. طبعا الشقة متواجدة داخل مجمع سكني. المجمع السكني متكامل الخدمات، فيه كل الخدمات من مسابح مفتوحة ومسابح مغلقة وحمام تركي وساونا، مواقف سيارات مغلقة وأخرى مفتوحة. طبعا هذا الطريق مؤدي إلى مركز مدينة باشتسكالي تقريبا 5 دقائق فقط بالسيارة، تعتبر قريبة جدا. وخلونا نشوف أجزاء الشقة ونصور لكم من باب الشقة. طبعا معانا هنا الأسانسير، الأسانسير على طول من الباركينج. وهنا معانا مدخل الشقة، يجي معانا مدخل الشقة بهذا الشكل. معانا هنا على اليمين دواليب للأحذية والملابس، ومعانا هنا حمام الضيوف يجي بهذا الشكل. طبعا الشقة دوبلكس مثل ما ذكرنا، موجود في الدور الأول الصالون مع المطبخ مع حمام الضيوف. هنا معانا المطبخ، هنا معانا مكان الثلاجة، مكان الغسالة. يجي معانا هنا فرن مع طباخ، مع مخرج للبلكون الذي صورت منه أول الفيديو. ومعنا هنا الصالون، صالون واسع أرضيته سيراميك. وهنا معنا مخرج للبلكون المشترك ما بين المطبخ والصالة وإطلالته على الطبيعة. اليوم الجو ماطر، إن شاء الله يكون الصوت واضح. هنا الطريق المؤدية إلى سد يوبجيك، المكان جميل جدا والشقة مرتبة. هنا معنا الصالون، صالون واسع. راح نصعد للدور الثاني، متواجد في الدور الثاني 3 غرف، إحداها ماستر، وكمان معنا حمام يخدم غرفتين. مثل ما شايفين هنا معانا حمام، هنا معانا غرفة الماستر، وهنا معانا الغرفة رقم 2، وهنا معانا الغرفة رقم 3. فنشوف الحمام المشترك يجي معانا بهذا الشكل. وهنا معانا غرفة الماستر مع مخرج التراس واسع. هنا معانا حمام غرفة الماستر. يجي معانا بهذا الشكل. هنا معانا مخرج لتراس يأتي على شكل حرف L. راح أحاول أصوره الآن لكم. يجي بهذا الشكل، وهذا إطالته. راح نشوف الآن الغرفة رقم 2 في هذه الشقة. هذه الغرفة رقم 2 مع مخرج للتراس. وهنا معنا الغرفة رقم 3، غرفة الأطفال. هنا معنا مكان للدولاب. للمزيد من المعلومات أرجاء التواصل بنا.